أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، منذ عدة جمع تحدثنا عن الزواج الصالح، الزواج السعيد، هذا الزواج الذي يبنى على تقوى من الله ورضوان، ويقوم على أسس إسلامية سليمة تراعي تعاليم هذا الدين منذ التفكير في الزواج. قبل أن يخطب الإنسان وبعد أن يخطب الإنسان لابد أن يتحرى من يختارها لتكون زوجة، وبد أن تتحرى المرأة من تختاره وتوافق عليه ليكون زوجا لها، ومن يختاره لها أهلها ليساعدوها على حسن الاختيار. وهنا نتحدث عن الزوج الصالح، الرجل الصالح. كثيرا ما تحدثنا عن الزوجة الصالحة التي هي نعمة من نعم الله تعالى، من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، والتي اعتبرها بعضهم هي حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال بعضهم حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من عناصر السعادة وأركان الحياة السعيدة الزوجة الصالحة. ولكن كما أن الزوجة الصالحة مطلوبة للرجل، فإن الزوج الصالح مطلوب للمرأة. فمن هو الزوج الصالح؟ من هو الزوج الصالح الذي يجب أن يبحث عنه الناس والأهل، ويبحث عنه الفتيات والنساء؟ هو ذلك الذي ذكره الحديث، الذي يرضى دينه وخلقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الدين والخلق، الدين المحافظة على أوامر الله واجتناب نواهيه، أن يؤدي الصلوات ويحافظ عليها، ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، ويؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، فإذا ارتقى اجتنب المكروهات، فإذا ارتقى اجتنب بعض الحلال حتى لا يقع في الحرام أو المكروه، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: لا يبلغ عبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم لابد أن يكون حسن الخلق، لا يكفي أن يكون مصليا صائما ذاكرا مسبحا تاليا للقرآن، ولكنه إنسان سيء الخلق، سيء المعشر، غليظ الطبع، جاف، عتل، قاس، هذا الإنسان لا خير فيه وإن صلى وصام، لا يصلح أن يكون زوجا صالحا. جماع الزوج الصالح أن يكون ذا دين قويم وذا خلق كريم، وهذا يتمثل في رعايته لحقوق الزوجية. إذا كان ذا دين وخلق رعى حقوق الزوجية كلها. أول هذه الحقوق أن يؤدي للمرأة مهرها، صداقها، لا يأكل منه شيئا، وإلا أكل سحتا، إلا ما تنازلت عنه بطيب نفسها، كما قال الله تعالى:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفس الزوجة بإسقاط شيء من المهر أو إسقاطه كله فهذا حقها، إذا تنازلت عنه طيبة النفس ليس بضغط من الزوج عليها، فله أن يأكله هنيئا مريئا. هذا حق خالص للزوجة، يدفع المعجل منه، أما المؤخر منه فيدفعه كما يقره العرف. عرف الناس أن المؤخر إنما يطلب في حالة الوفاة أو حالة الطلاق، ولكن لو تغير عرف الناس وطلبت المرأة حقها في المعجل فيجب أن يعجله لها، فهو خالص حقها. هذا أول حقوق المرأة. ثاني حقوق المرأة النفقة عليها بالمعروف، لا يقتر عليها ولا يسرف في إعطائها كل ما تطلب، فهذا قد يفسدها. الله تعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا كان الزوج موسرا فينبغي أن يظهر أثر يساره على أهله وعلى أولاده وعلى بيته، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. النفقة بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف ما تعرفه الفطر السليمة والعقول الرشيدة ويعرفه أهل الفضل والخير من الناس، فلا ينبغي أن يكون الرجل موسرا الحال كثير المال ومع هذا يقتر على زوجته، يعطيها من ثقب الإبرة. هذا لا يجوز، هذا هو البخل المذموم والشح المطاع المهلك. وإنما ينبغي أن يري الناس أثر نعمة الله تعالى عليه، وأول ما يظهر ذلك يظهر في بيته، أن ينفق النفقة المعتدلة التي يراها الناس لائقة به ولائقة بأهله. والمسلم مطالب أن ينفق على بيته ولو كانت زوجته تملك مال قارون. النفقة على الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أنفقوا في المهر وأنفقوا النفقة اليومية المستمرة، هذه في عنق الرجل مهما تكن امرأته ذات ثروة ومال. إذا ساعدته من مالها فهذا من مكارم أخلاقها. إذا كانت تعمل وتقبض راتبا وكان عملها يوجب عليها نفقات زائدة، فمن واجبها أن تساعد زوجها فيما يزيد على الزوجة العادية بحيث لا تكلف زوجها شططا، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن المعاشرة بالمعروف. وثالث الحقوق على الزوج هو أن يكون حسن الخلق معها، وهذا ما ينطبق عليه قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هي التي يتجلى فيها حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، وقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس عشرة مع نسائه، كان يطيب خواطرهن، كان يستمع إلى حكاياتهن. حكت له عائشة رضي الله عنها حكاية 12 امرأة وحديثهن عن أزواجهن، واستمع إلى ذلك الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري مفصلا معروف باسم حديث أبي زرع، وقال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقه، لأن أبا زرع في النهاية طلق امرأته. كان يطيب خواطر نسائه، يمازحهن، حتى إنه في مرة من خرج هو وعائشة، كل منهما يريد أن يخرج قبل الآخر، فتزاحم عند الباب من باب الممازحة والمفاكهة، وتسابقا مرتين، مرة سبقته في أول حياتها وكانت خفيفة صغيرة السن، ومرة سبقها رغم كبر سنه عليه الصلاة والسلام، وقال لها ممازحا هذه بتلك، يعني تعادل مرة وبل مرة، هذه بتلك. هذه النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق ورسول العالمين، رسول رب العالمين، يسابق زوجته خلف الجيش، يركضان معا من يسبق الآخر. هذا هو اللطف، هذا هو حسن الخلق الذي كان يتجلى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته مع نسائه. وحينما أرسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها طعام إلى النبي في ليلة عائشة، عمل الطعام جيد، فقالت أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة عائشة، فغارت عائشة ومسكت الصحفة التي عند الخادم ورمتها في الأرض فانكسرت، وانكسر ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم، وأمسك هو بالصحفة ظل يجمعها ويضع فيها الطعام، ثم أرسل إلى الزوجة الأخرى بصحفة جديدة بدل الصحفة المكسورة. هكذا كان يعامل نساءه صلى الله عليه وسلم، وكان يشركهن في هموم الأمة. حينما نزل عليه جبريل ورجع يرجف فؤاده قال لخديجة زملوني زملوني، وحكى لها ما جرى له، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وكانت سنده في دعوته من أول يوم. وحينما صالح صلح الحديبية وأمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم بعد الصلح، أمرهم 3 مرات أن يحلقوا وينحروا بدنهم، ولكنهم لم يفعلوا شيئا. عز عليهم أن يذهبوا معتمرين ثم يتحللوا ولا ويرجعوا بلا عمرة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يشكو إليها ما فعله الصحابة، فقالت له يا رسول الله، أشارت عليه برأي أن يخرج من بيته فلا يكلم أحدا، ينحر بدنه ويأمر حالقه ليأتي فيحلق شعره ولا يكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل
ما أوصت به وما أشارت به أم سلمة. فما كاد الناس يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر ويحلق حتى خرجوا كلهم يحلقون وينحرون. هكذا كان يشرك نساءه معه في هموم الأمة. بعض الناس ينظر إلى المرأة كأنها قطعة متاع في البيت، لا يكلمها ولا يشاورها، وبعض الناس قالوا شاوروهن وخالفوهن، وزعموا أن ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عكسه كما رأينا. والله تعالى يقول في فطام الأولاد أن يتشاور بالمعروف، نسيت الآية، والوالدات يرضعن أولادهن ولا جناح عليكم يتم أجورهن، سبحان الله. المهم الآية ذكرت المشاورة بالمعروف، أن يتشاورا، أن يتراضيا ويتشاورا الأب والأم. إذا كانت الأم مطلقة فلا ينبغي أن تكايد زوجها وتفطم الولد قبل أوانه، ولا ينبغي للرجل أن يكايدها، لأن هذا ضرر على الولد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فهذا ما يجب على الزوج مع زوجته، أن يلاطفها ويحسن عشرتها. ولا يكفي هذا، بل يحتمل أذاها، يتحمل الأذى منها ويصبر عليها. ربما كانت بعض الزوجات شديدة الانفعال، شديدة الغيرة، تتصرف بسرعة، فلا ينبغي أن يكون هذا سببا للانفصال عنها. الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لعل المرأة التي تكرهها هذه يرزقك الله منها ذرية صالحة، أولادا نابهين، أبناء نابغين، لعلها هي التي تكون عونا لك عند الشيخوخة، عندما يهيض جناحك، وعندما يهن عظمك، وعندما تبلغ من الكبر عتية، لعلها هي التي تمرضك وتقف إلى جنبك حين يبتعد عنك الأقربون من هنا وهناك. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق أي لا يكره ويبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. معناها أنك يجب أن تكون عادلا ومنصفا في تقويم زوجتك، لا تنظر إلى الجوانب الرديئة منها وتنسى الجوانب الطيبة، لا تنظر إلى عيوبها وتنسى مزاياها، لا تركز على مساوئها وتنسى محاسنها. كل إنسان فيه مزايا وفيه عيوب، فيه نقاط ضعف وفيه نقاط قوة، فلماذا تركز على نقاط الضعف؟ لماذا لا تذكر الجوانب الحسنة؟ ولذلك قال إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبر على النساء بصفة عامة، قال فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. معنى الضلع أي العوج، في الضلع عادة معوج، ففي هناك شيء من العوج في طبيعة المرأة. ما هذا العوج؟ الغالب أن هذا العوج يقصد به الجانب العاطفي والجانب الانفعالي في المرأة، إن المرأة أقوى عاطفة وأشد انفعالا من الرجل، وهذا لأن الله جهزها بهذا الجانب، الجانب العاطفي في المرأة أقوى من الرجل، استعدادا للأمومة، لهذه الوظيفة التي تحتاج إلى صبر طويل. لولا هذا الجانب ما استطاعت أن تصبر على متاعب الحمل ومتاعب الوحم ومتاعب الطلق ومتاعب الإرضاع ومتاعب التربية. الله جهزها بهذا، فهذا
يجعل عندها نوعا من العوج لابد أن تصبر عليها وعلى لسانها. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يقصد اللسان. فإذا بدرت منها كلمة فينبغي ألا تؤاخذها على كل كلمة وعلى كل ما يصدر منها، لابد أن تغض الطرف، كما قال الله تعالى عن رسوله: فعرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا نوع من التسامح، من غض الطرف. الإنسان الكريم ذو الدين والخلق يجب أن يغض الطرف عن بعض ما يحدث من زوجته، فإنك إن لم تصبر على هذا الضلع كسرته، والمرأة إن لم تصبر عليها كسرتها، وكسرها طلاقها. هل ينبغي للإنسان إن كلما حدث شيء يبادر بالطلاق؟ لا، لابد أن يصبر على العشرة. العشرة لها حقوقها، وكل من الزوجين يجب أن يصبر على صاحبه. هناك أيضا من حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة، المعاشرة الجنسية. والله تعالى عرض لنا هذا في كتابه بصراحة، ولكن بأدب وبعبارة كنائية، كما قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس الإنسان أقرب شيء إليه وألصق شيء به، فتوحي كلمة اللباس بالقرب واللصوق والدفء والزينة والستر والوقاية. هذا معنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أباح الله تعالى المعاشرة والمباشرة، فهذه من حقوق الزوجية، ولا يجوز للمرء أن يهمل زوجته، ولا للزوجة أن تتمرد على زوجها في هذا الجانب. وحينما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة أهمل ذلك، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه امرأة وكان يتعهد كنته امرأة ابنه بين الحين والحين، فسألها مرة عن عبد الله، قالت: نعم الرجل هو، لم يطأ لنا فراشا منذ أتيناه ولم يفتش لنا كنفا. فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشغول بالعبادة، بصيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله، وما أردت بذلك إلا الخير. فنصحه، قال له: صم وأفطر وقم ونم، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزورك زوارك عليك حقا، أي فأعطي كل ذي حق حقا. المرأة لها حق كما أن الرجل له حق عليها. الإسلام يرعى هذا، من حقه المرأة أيضا أن تطلب الولد، ومن حق الرجل أن يجيبها إلى ذلك. الله تعالى يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أولادا وأولاد أولاد. هذا حق، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، بنين وحفدة، جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة
ويقول المفسرون في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما كتب لكم من النسل ومن الولد ومن الأغراض الأساسية للزواج، النسل، أن يستمر هذا النوع الإنساني إلى ما شاء الله ليعمر الأرض ويقوم بخلافة الله، وتستمر هذه الحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا حق من الحقوق، من الحقوق أن يتجمل الرجل لزوجته، ليس كل همه أن يقضي وطره منها ورائحته كريهة وثيابه غير نظيفة وغير متجمل وغير متزين، هذا ليس من خلق الإسلام. الإسلام يأمر المسلم أن يكون دائما نظيفا متجملا، حتى في الصلاة إذا صلى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إن الله جميل يحب الجمال. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس يوم الجمعة أن يغتسلوا، خصوصا إذا كانوا في عمل وعرق، حتى يزيحوا ويزيلوا رائحة العرق. وأمر الإنسان إذا أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك أن يعتزل المسجد حتى لا يؤذي الناس، فكيف يؤذي صاحبته بالجنب؟ المرأة هي الصاحب بالجنب، كما قال الله تعالى: يؤذيها برائحته الكريهة، بثيابه القذرة. لا، لابد أن يتجمل لامرأته، كما وقف ابن عباس رضي الله عنهما أمام المرآة يتجمل ويتزين ويأخذ من لحيته ويرجل من شعره، وقال له نافع: ما هذا يا ابن عم رسول الله، أتفعل هذا وإليك يضرب الناس أكباد الإبل من شرق وغرب يستفتونك في دين الله؟ فقال له: وماذا في هذا يا نافع؟ إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي امرأتي، وهذا في كتاب الله. قال: أين هذا في كتاب الله؟ قال: في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات بالمعروف. فكما أن على المرأة أن تتجمل لزوجها، على الرجل أن يتجمل لامرأته. الحقوق متبادلة، كل حق يقابله واجب، هذه هي الحياة الزوجية. من حقوق الزوجية أن يغار الرجل والمرأة كل منهما على صاحبه، الغيرة فطرة، ولكن الإسراف في الغيرة هو المذموم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يكرهه الله. الغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة. يعني الإنسان يغار بدون داعي ويشتد في غيرته ويغالي فيها وكأنه يتهم امرأته، هذا لا يجوز. الأصل في المعاشرة الثقة وحسن الظن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه إذا جاءوا من سفر أن يطرقوا أهليهم ليلا، يعني لا يفاجئ الرجل أهله يدخل عليهم منتصف الليل كأنه يتخونهم ويطلب عثراتهم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قال: حتى يعني تمتصط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتهيئ المرأة لاستقبال زوجها بتمشيط شعرها وتنظيف نفسها وإلى تغتسل وتتطيب. طبعا كان هذا في الزمن الماضي حين كان الرجل يسافر على ناقته، فهو الذي يتحكم في وقت الذهاب ووقت الإياب،
يستطيع أن يأتي في منتصف الليل، أو يستطيع أن ينيخ بناقته فيأتي في الصباح. في عصرنا هذا لم يعد هذا ممكنا، ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم زوجته بموعد قدومه. إذا كانت تعرف أنه سافر في يوم كذا وسيأتي حسب التذكرة فلا حرج، إذا غير ذلك فينبغي أن يتصل بها بالهاتف أو يبعث لها بالفاكس أو بأي طريقة من الطرق يعلمها بعودته. هذه آداب المعاشرة في الإسلام. ينبغي على الزوجين أن يرعى كل منهما حق صاحبه، والزوج عليه العبء الأكبر، كما قال الإمام الطبري: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ودرجة الرجال إن هو يتنازل عن بعض حقه للمرأة ويعطيها أكثر مما يجب عليه، فهذه هي الدرجة. الرجال على وللرجال عليهن درجة، درجة تكافئ المسؤولية عن البيت، هو المطلوب منه أكثر مما يطلب من المرأة. فإذا هبت رياح الخلاف فلا يجوز للرجل أن يسارع بفض هذا الأمر وفك هذه العقدة ونقض هذا الميثاق الغليظ كما سماه الله تبارك وتعالى، بل لابد أن يعالج الأمر بحكمة، يصبر أقصى ما يمكنه من الصبر، ولا يجوز أن يسارع بالطلاق فإنه أبغض الحلال. وكما قال الإمام الغزالي: لا يجوز هذا الأمر إلا بجناية من جانب المرأة أو بضرورة من جانب الرجل. الأصل هو حرمة الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وكذلك الرجل الذي يطلق امرأته من غير ما بأس ينبغي أن تحرم عليه رائحة الجنة، لأنه يهدم هذه العلاقة ويخرب هذه المؤسسة بغير مبرر، بغير ضرورة. ولذلك كان الطلاق أبغض الحلال، هو أشبه بالعملية الجراحية التي لا يلجأ الإنسان إليها إلا إذا لم تفد الأدوية الأخرى، آخر العلاج الكي. والله تعالى أمرنا أن نتخذ أسبابا عدة عند النشوز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الوعظ والتخويف والنصح في أول الأمر، ثم الهجر، يهجرها في المضجع حتى ترتدع وتفكر وتعاود النظر في أمرها، والضرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يضرب خياركم. الرجل الخير لا يضرب امرأته، هي ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ولا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليها، خصوصا مع النساء الفاضلات الكريمات التي تعتبر الضرب إهانة بالغة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة قط، ولم يضرب خادما قط، بل لم يضرب دابة قط. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم شرع لنا الإسلام التحكيم الذي يكاد ينسى في حياة المسلمين، أو كأنه نسي، لا يعمل أحد بهذا التحكيم. الإنسان إذا غضب من امرأته رماها بالطلاق كأنه يضربها بحجر، و لم يبالي بقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
هذه المحكمة العائلية، هذا المجلس الأسري الذي أمر الله المجتمع كله وخصوصا أولي الأمر فيه أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليحاول فض هذا النزاع وإعادة المياه إلى مجاريها، والنفوس تتكبر ثم تصفو، والإنسان سرعان ما يتغير، فلا يمكن أن نستجيب لنزوات العواطف وللفورات الهائجة. لا، ينبغي أن نحكم العقل ونحكم هذا المجلس. ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إنما جعل الإسلام الحكم من الأهلين حتى لا تشيع أمور العائلة في المجتمع وتصبح على كل لسان. المفروض أن تحفظ الأسرار وألا تزاع إلا في أضيق نطاق. هذا من حرص الإسلام على هذه المؤسسة العظيمة. فإذا اضطر الإنسان إلى الطلاق ولم يمكن التوفيق فلا مانع من الطلاق، على أن يكون الطلاق رجعيا قابلا للمراجعة. والأصل في الطلاق كله أن يكون رجعيا، يطلق الإنسان ويطلق في الوقت المناسب، يطلق في طهر لم يمسها فيه، لا يطلقها في حيض ولا في طهر مسها فيه، ويطلقها طلقة واحدة. أما ما يفعله الناس من هذه الألوان من الطلاق، علي الطلاق، وإذا تخانق مع واحد رمى الطلاق ثم يرجع فيجد امرأته مطلقة على كثير من المذاهب، فهذا ما أنزل الله به من سلطان ولا قام عليه في الشرع برهان. الطلاق لحل عقدة النكاح عند تعذر الوفاق، هذا إذا حدث فلابد أن يحدث بطلقة الرجعية. لا يجوز أن تخرج المرأة من بيت الزوجية ولا أن يخرجها زوجها، لا يقولها اذهبي إلى دار أبيك، أو هي تأخذ ثيابها وتذهب إلى دار أبي، هذا محرم في الإسلام. الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بقاؤها في بيت الزوجية وكلما دخل رآها وكلما خرج لعل قلبه يحن ويعود إليها فيراجعها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ويغير القلوب، والقلوب تتغير. ثم يجب عليه أن ينفق عليها في هذه الحالة العدة. المرأة في العدة لا تزال زوجة، حتى أنه لو مات الزوج ترثه، ولو ماتت هي في العدة يرثها، العلاقة لم تنقطع تماما. والله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وجعل الإسلام للإنسان فرصة بعد فرصة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كثير من الناس ينسون التسريح بإحسان والمفارقة بالمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المعروف أن تعطيها حقها، لها مؤخر المهر تعطيها مؤخر المهر، لها حق في الأثاث تعطيها حقها في الأثاث، لها حق المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. الرأي الصحيح الذي هو ظاهر القرآن أن كل مطلقة لها حق المتاع بالمعروف، والمتاع بالمعروف يتغير من امرأة إلى أخرى.
إذا تزوج الرجل امرأة عدة أشهر وطلقها ممكن متعها شيئا قليلا، لما واحد عاشق مع رجل 30 سنة أو 40 سنة ثم يأتي يطلقها ويرميها في الطريق ويعطيها متاعا عد، من أين تأكل؟ ربما لم يكن لها أهل وليس لها دخل وليس لها مورد، متاعها هذه أن يرعاها حتى تموت، هذا هو المعروف، وإلا فليس هذا من المعروف، تعيش معها 40 سنة ثم ترميها في عرض الطريق. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. الإسلام جعل هذه الحقوق يجب أن ترعى، حتى المرأة إذا طلقت قبل أن تمس، قبل أن يدخل بها أو يختلي بها لها حق. يقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لا دخول ولا خلوة صحيحة، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، في هذه الحالة لها نصف المهر، نصف المهر لم يدخل بها، إنما حصل عقد إيجاب وقبول، خلاص أصبح لها حق بهذا الإيجاب والقبول. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون. النساء المرأة تتنازل عن جزء من المهر أو عن المهر كله إن شاء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الرجل يعفو يعطيها أكثر من نصف المهر مكرمة منه. وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو من الرجل ومن المرأة أقرب للتقوى، هذا هو المطلوب من المؤمنين. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، هذا هو الزوج الصالح أيها الإخوة الذي يراعي هذه الحقوق كلها ويؤديها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، حتى يرضى الله عنه ويكون من عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.